الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي ينفس الكرب ويفرج الهم ويذهب الغم ويقضي الدين ويغني من الفقر، إليه تبث الشكوى والأحزان، فهو ملجأ الملتجئين وأمان الخائفين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد جرت حكمته تعالى في عباده أنه خلقهم في كبد، في مشقة وابتلاء، فرماح المصائب على العباد مشرعة، وسهام البلاء إليهم مرسلة. ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم يضيق العيش فيها على الأنبياء والأخيار، فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب يبكي حتى يذهب بصره، وموسى يقاسي فرعون ويلقى من قومه المحن، وعيسى مطارد لا مأوى له، ومحمد عليه الصلاة والسلام يصابر الفقر وقتل عمه حمزة. وهكذا من الأنبياء والأولياء، ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها. فلا يخلو الإنسان في هذه الدنيا من الشدائد وضيق الأمور والمصائب والبلايا والمحن، فهذا مبتلى بفقد قريب أو بموت حبيب، وهذا بذهاب المال، وآخر بمرض خطير، وهذه مطلقة وأخرى معلقة، وهذه لم تتزوج، وتلك عقيم لا تنجب، هذا يتيم وآخر فقير، وهذا وهذا من أنواع البلاء في المال والنفس والمسكن والوظيفة والزوجة والولد. فإلى من يرجع أصحاب المصائب؟ وإلى من يلجأ أرباب النوائب؟ والإنسان أمام هذه البلايا يحتاج إلى الشكوى، والمكروب يستريح بالبث، والشكوى تخفف الهم وتزيل الألم. وقد وصف الله تعالى إبراهيم عليه السلام بأنه أواه حليم، يعني كثير الدعاء والشكوى إلى الله تعالى، هذا معنى الأواه. والله عز وجل يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه وإلحاحه ودعاءه. وقد ذم الله الذي لا يتضرع ولا يستكين وقت البلاء، فقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه ولا يشكو حاله إليه. والرب عز وجل لا يريد من العبد أن يتجلد أمامه وأن يكتم ما في نفسه عنده، بل يريد من عبده أن يستكين له وأن يتضرع إليه. إن العبد يتجلد أمام العبد ويكتم شكواه عند الناس، هذا حال المؤمن، لكنه لا يكتم شكواه إلى الله، فإن الله يحب من يشكو إليه ويظهر المسكنة والحاجة والشدة عنده. قيل لبعضهم: كيف تشتكي إليه ما لا يخفى عليه؟ كيف تشتكي إليه ما لا يخفى عليه؟ فقال: ربي يرضى ذل العبد إليه، شكوت وما الشكوى لنفسي عادة،
ولكن تفيض النفس عند امتلائها. فيجد الإنسان أحياناً من حاله ما يضطره ويلجئه إلى بث ما في نفسه، فإلى من يبث؟ طبيب نفسي؟ مخلوق آخر مثله؟ إن البهائم أحياناً ليشتد بها الأمر حتى تشكو. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى، يعني رجع صوته وبكى، وذرفت عيناه يعني عيني الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه يعني مؤخر رأسه فسكن. فقال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تحمله من الأعمال ما لا يطيق وتوالي عليه المشقات. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. نعود: الشكوى لمن؟ إلى من يشكو الإنسان أمره؟ كان الأنبياء والرسل وهم خير الخلق إذا نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب وعظمت بهم المصيبة وعظمت المصيبة عندهم لجأوا إلى الله وتضرعوا إليه وأظهروا افتقارهم إليه بالشكوى. فهذا نوح عليه السلام لما اشتد عليه أذى قومه، حاصروه، هددوه، وكانوا يأخذون من يتبعه فيفتنوهم عن دينهم، فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وهكذا قال يجأر إلى الله: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا. قال: وقد أضلوا كثيرا بهذه الأصنام التي عبدوها، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. فجاء الله عز وجل بالنصر المبين وأغرق القوم بالطوفان، وأنقذ الله نوحا ومن معه. وابتلى الله أيوب بالأمراض فلبث في بلائه 13 سنة حتى رفضه القريب والبعيد. جاء في الحديث الصحيح حتى قال بعض الناس، يعني ممن يعرفون أيوب: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف عنه هذا البلاء. فحزن أيوب، لأن أيوب العابد الرجاع إلى الله الصابر كان صاحب عبادة ولم يكن صاحب ذنوب، وما نزل به ابتلاء وليس لذنوب أحدثها. فلما فهم بعض الناس من طول البلاء واشتداد المرض الذي نزل به أنه لذنوب أحدثها حزن. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا يشكو إلى الله ويرفع صوته بمناجاة مولاه، نادى ربه يشكو الحال: أني مسني الضر. فإظهار البلوى والشكوى عند الله لا ينافي الصبر، بل هو من العبودية. مسني الضر بأنواعه: في جسدي، في مالي، في ولدي، آذتني ألسن الناس، ارحمني فأنت أرحم الراحمين. وهكذا جاء اللطيف سبحانه وتعالى بالفرج
وعبده لم يزد أن يقول مسني الضر ووصف خالقه بأنه أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.